انه انتوا كان ممكن الاتحاد يوقع معاه مجانا مش كده؟ بس عقد يعني. في حته ادبيه بينه وبين نادي الزمالك يعني ما ما يقدرش. ده انا عايز انا انبه ليه، انها كان ممكن تقدر طبعا تمضي معاه زي ما طبعا فيوتشر مضى مع عمر كمال عبد الواحد. بالظبط كده، بس برضه لمده سنه برضه. لا عمر ماضي 3 سنين عقده، رسم لمده سنه. يعني عقده الموثق في اتحاد الكرة اعاره لمده سنه. لمده سنه. لا حضرتك متاكد من المعلومه؟ انا ادبي قالت لي كده من الزمالك. لا يا فندم، اللي قاله نادي فيوتشر ان هو ماضي 3 سنين، يبقى لكن هم ادرى طبعا، انا مش هقدر اخش في شغلهم يعني. هم ادرى. لكن لو هو عايز يمشي، هم قالوا لو هو اللي عايز يمشي هنسيبه. انا ما اقدرش اقول حاجه مش بتاعتي، بس انا ده اللي هنسيبه. انا فاهمه يعني، ده اللي قال لي من نادي الزمالك. ولكن في تمام. الاخر انا هتكلم على الجزئيه بتاعتنا. الجزئيه انت بتاعتنا خدتها من الناحيه الادبيه اكتر من اي حاجه طبعا يعني مفيش بقى. كلام. طبعا طبعا مفيش كلام. تمام. الواد يعني اللعيب ليه عقد معاهم مع نادي الزمالك. يعني انتوا ماضي دلوقتي، ولو وبرده ولو وبرده ولو لو يعني لو قدر الله مثلا الزمالك برده ما كانش يعرف يأيد لعيبه، اللعيب مستمر معانا 3 7 نادي الزمالك. طب سؤال بس، يعني انت هو ممكن الزمالك يوصل لشهر 9 ما لقيتش لعيبه كمان؟ وارد يعني. ما تتكلم في دلوقتي شهر يناير ملوش حق. ما هو فترتين يعني، ممكن يبقى في فتره ثالثه تبقى ما كارثه النادي يعني. المصري كان عنده فترتين. ما هو الزمالك كده دي الثانيه بتاع ما بالظبط. الشتاء يعني، كان في دي الصيف الثانيه، اللي فات الصيفيه والشتويه. والشتاء. يعني ممكن كمان يبقى في فتره ثالثه لو ما سددش، ممكن توصل لفتره ثالثه. برافو عليك. هو عنده يعني الزمالك الله يكون في عونه صراحه في المجلس الشيخ طب معانا. انا هسال سؤال، يعني حضرتك ماضي مع محمود شبانه عقد معاه هو، ولا في عقد بينك وبين الزمالك؟ عقد ثلاثي بيني وبين الزمالك. طب امال الاستغناء هيجي لك من مين؟ مش مفيش استغناء. مفيش هو عقد. استغناء، عقد ثلاثي ليه طيب؟ لا مفيش استغناء. هو عقده معانا لمده تكمله اي انا الموسم. فاهم خلاص، لكن ليه عقد ثلاثي؟ ما هو ما فيش استغناء يعني، ليه يعني؟ هو ما انا بقول الزمالك لك انت حضرتك يعني، بتقول لي بشكل بقول لك ادبي. ما انا بقول لك حاجه ادبيه. يعني ما انت دخلت انا ركز. الزمالك طرف في العقد. لا اذا الطرف ازاي، ما هو موقع عقد واخد منهم فلوس، اي بس واللعيب مش واخد منهم. ملزم هذا التعاقد، مش ملزم، لم ما مش يوثق. ملزم. ما قلت لك ادبي. ما قلت لك حاجه ادبي. تمام انا تمام قلت لك ادبي. فانت خليت الزمالك طرف في العقد من الناحيه هو الادبيه، طرف في العقد عشان هو واخد منهم فلوس. دي قصة اللاعب. تانية برضه. اوكي تمام، عشان بس الناس تبقى عارفة ان انت التزمت بالشأن الادبي اكتر طبعا من اكتر من طبعا. اي حاجة معلش تانية. اصل اللعيب رايح جاي، ما هو اللعيب يمشي عادة. العلاقة اللي بين نادي الزمالك او الاندية كلها هو اللعيب اسمه عبد الله نصيب، بالظبط اللي هو بتاع اللي المنتخب هو بتاع الاردني. الاردن، منتخب الاردن. لعيب ما شاء الله عليه يعني، حاجة محترمة انت يعني. نسيت نصيب شكلك في ده. طب حضرتك جايبه من نادي الوحدات؟ مش ايوه اعتقد، الوحدات الاردني بالظبط كده. اعتقد الوحدة. طب هل في بالظبط. قيمه ماليه معلنه مثلا ولا ما يعني نخليها دي في مع النادي يعني افضل يعني. يعني هل الرقم يعني لا مناسب ومش هو عالي؟ اللعيب فيه بينه وبين نادي الوحدات، ولكن كان ده يخلص يوم السبت ان شاء الله. تمام. طب هل ماضي 3 سنين؟ ماضي معانا تلاته، بقى معانا سنتين ونص سنتين ونص ان شاء الله. طب تمام. هل في صفقات جديده جايه للاتحاد السكندري؟ يعني انا كنت يعني يومين فاتت كنت ملخوم شويه، بس الحمد لله خلال اللخمات دي كنت انا خلصت شبانه، خلصت اللعيب الاردني. تمام. هقعد مع الكابتن حسام يوم السبت ان شاء الله، ولو في يعني محتاجين اضافه حاجه تانية. انا بس انت سمعت ان انت عارف كنت ادرى مني ان في الانتقالات الشتويه بيبقى الانتقالات المطلوب اقل، عدد اللاعبين بيبقى اقل طبعا. بالظبط كده. طبعا. مطلوب لاعبين. لكن انا سمعت ان انتوا كنتوا فاتحين مع الاهلي في بعض اللاعبين، هل حصل اي يعني اتفاق اي لا يعني ما حصلش لسه اتفاق، بس هيحصل خالص؟ يعني لو في حاجه اتطلبت من النادي الاهلي اكيد العلاقه الطيبه دي بيني واستجماعي بين الكابتن هل في محمود لعيب حسام. معين حضرتك حاطط عينك لا عليه؟ لسه. لا عشان كده بقول لحضرتك لما اقعد مع الكابتن حسام المستشفى ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. طيب ان شاء الله. انا بشكرك جدا انا بشكرك. وبهنيك طبعا على ربنا يشرف منك. الدوره الجديده ان شاء الله، وباذن ربنا الله ربنا يقوينا بقى. ربنا يشهد الاتحاد طفره قويه خلال الفتره الجايه. ربنا يعزك يا محمد بيك. كتر خيرك. اشكرك استاذ محمد شكرا. مصالحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، شكرا جزيلا لك. بعد